بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الإخوة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، هذين الأمرين اللذان أكثر ما يدخل بهما الناس إلى الجنة. حتى قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: تقوى الله فيه إشارة إلى حسن التعامل مع الخالق، وحسن الخلق فيه إشارة إلى حسن التعامل مع الخلق، وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة. الله أكبر، قال: هاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة. هذا الحديث أيها الأخوة وغيره من الأحاديث الكثيرة والعديدة والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على قيمة قضية الخلق والأخلاق وحسن التعامل وحسن الخلق مع الآخرين، أن لها قيمة عظيمة، حتى أنها من استفاضتها جعل هناك ما يشيع عند الناس بأن الدين المعاملة. ويظن البعض أن هذه العبارة حديثا، وهي ليست بحديث، الدين المعاملة، ولكن المعنى فيها صحيح، المعنى فيها صحيح، لأن من تعامل مع الناس ومع الخلق، من تعامل معهم بالإحسان أجر، ومن أساء لهم في تعامله أثم. فالدين شعائر تعبدية وتعاملات أخلاقية مبنية على أصول إيمانية، هذا هو الدين. ولذلك في هذه القضية أيها الأخوة، قضية الأخلاق وقضية التعامل قضية مهمة في حياة الناس، لأن هناك توجد مشكلة عند بعض الناس، ألا وهو أنه يهتم بالجانب التعبدي فلا ترى عليه قصورا فيما يظهر لك، مجتهدا مشمرا مهتما حريصا يبذل فيه وقته وجهده وماله، لكنه فظا غليظا جافي في تصرفاته، قاسيا في تعاملاته، شديدا في تعامله مع الآخرين. وهذا الأمر يشكو منه الكثير من بعض أولئك الذين يجتهدون في عباداتهم لكنهم يقصرون في تعاملاتهم مع الخلق. والأمر في هذا عظيم، ينبغي للإنسان أن يتأمله ويدركه حق الإدراك، فإن جانب التعامل وجانب الخلق في هذا الدين جانب مهم جدا، حتى أن تجد أن بعض النصوص لمن تأملها أن من غاياتها هذه الشعائر التعبدية، من غاياتها تحسين الأخلاق وتجميل التعامل مع الآخرين، تحسين الأخلاق وتهذيب النفوس من غايات بعض العبادات، العبادات الركنية كالصلاة والصيام والحج. وخذ على سبيل المثال قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن الحج يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وفي الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأخذ الأموال هذه في الزكاة يحصل بها التطهير والتزكية للنفس. وهكذا الصيام، يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انظر إلى قضية التعامل والأخلاق مع الآخرين كيف تبرز في هذه النصوص التي يتساهل فيها بعض الناس ويشكو البعض منها في تعامله مع الآخرين الذين يحسنون في تعبدهم لله سبحانه وتعالى، ولكن إذا تعاملوا مع الخلق أساءوا وغلظوا وجفوا وشدوا إلى حد الإساءة والإضرار والعياذ بالله أحيانا، وهذا الإضرار لربما نال حتى بعض أقاربهم وأرحامهم وأولادهم وأهليهم وجيرانهم وجماعتهم وزملائهم في العمل أو في جماعة المسجد، يصل حد التعامل والقسوة في تعامله مع الآخرين إلى هذا الحد، وهذا أمر خطير. في حديث يخوف فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويحذر من هذه الصورة من التعامل لما ذكر له عليه الصلاة والسلام في حديث قيل له: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق كما جاء في الحديث غير أنها تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. تصوم وتتصدق وتقوم الليل غير أنها مؤذية، لتبرز قضية التعامل مع الآخرين قضية مهمة ليست بالشيء اليسير ولا بالساهل. ولذلك من كان مهتما بتعظيم أجوره عند الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يهتم بمثل هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بشيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة، ميزان المؤمن يوم القيامة، من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. هذا لمن أراد أن يعظم أجوره. فأضف إلى عباداتك هذه، ليس المعنى أنه الإنسان يقصر في عبادته هذه، ليس المعنى أن الإنسان يقصر ويذهب عن هذه العبادات أو يخل فيها بها، لا، وإنما يضيف لها حسن خلقه وينتبه إلى هذه القضية المهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الأقوام السابقين، عن رجل قال عنه عليه الصلاة والسلام: حوسب رجل ممن كان قبلكم ما عنده من الخير شيء، ما عنده أعمال صالحة يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ما عنده من الخير شيء غير أنه كان يخالط الناس، وكان رجلا موسرا عنده مال، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله تعالى: نحن أحق منه بالتجاوز، تجاوزوا عنه. الله أكبر، انظر إلى قيمة العفو والإحسان والتجاوز عن الآخرين والعفو عن أخطائهم وزلاتهم والتساهل، أن يكون الإنسان سهلا سمحا يسيرا، لا غضا جافيا غليظا قاسيا. ابن عباس رضي الله عنه كما في الطبراني والبيهقي وعند الحاكم أيضا أنه كان معتكفا مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى رجل وإذا به كثيرا، فقال: ما بك؟ قال: دين ركبني لا أستطيع سداده. قال: لمن؟ قال: لفلان. قال: هل تريد أن أكلمه لك؟ قال: نعم. فأخذ بيده ابن عباس واتجه به إلى باب المسجد يخرج وكان معتكفا، فقال له أحدهم: ابن عباس، إنك معتكف. قال: أعلم ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: يا إن أمشي مع أخي في حاجته خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. هذه عبادة يتقرب فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات النافلة يريد بها الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن جانب يحسن فيه إلى الخلق والتعامل معهم. وكم في البيوتات من شكوى من تعامل بعض الناس للأسف الشديد، تراه سهلا يسيرا موسرا محببا هينا لينا مع الآخرين، ولكنه مع أقرانه مع أهله مع أبنائه مع أرحامه شديدا قاسيا معسرا بخيلا غضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
وخير من يستحق أن نوري هذا الأمر أهمية هم والدينا وأهلينا في البيوت وأبنائنا، أن نريهم أهمية لمثل هذا، أن نلين لهم الجانب. هذه الأخوة أيها الأخوة، هذه القضايا لربما لا تبرز إلا عند المواقف، تتعامل مع الإنسان فتراه عاديا، لكن عند المواقف التي تحصل فيها خلافات أو مشكلات، اختلاف في وجه النظر، اختلاف في مشكلة، في مشاكل، تراه يتغير ويصير إنسانا آخر، يسيء ويمعن في الإساءة ويشدد على الآخرين ويرفع صوته، ولربما أخذ بعض حقوقهم والعياذ بالله، يتساهل في هذا، وهو الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويبحث عن النوافل وعن المستحبات من العبادات حتى يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعني هذا أن الإنسان يتخفف من ذلك ولا أن يترك ذلك، ولكن أن يهتم بهذا وهذا، فإن كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس إلي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن من أحب العباد إلي وأقربهم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، هم هؤلاء الذين يكونوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أصحاب الخلق الحسنة، سهلي الأكناف، موسرين في التعامل مع الآخرين وفي السماحة معهم. هذا الأمر أيها الأخوة أمر مهم جدا، تنجم عنه من المشكلات أحيانا، تصل فيها إلى المحاكم في قضايا الطلاق وفي قضايا الشقاق وفي قضايا المشاكل والمحاكم التي تصل فيها أحيانا إلى التعدي على الآخرين وأخذ حقوقهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا ويجعلنا مهتدين هادين مهديين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضاه. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.